الجولة الرابعة من أوريت نيوز تبدأها بالعناوين. بمساندة قوات سوريا الديمقراطية النظام وميليشياته يتقدمون في ريف حلب الشمالي والاشتباكات تقترب من عنادان. النظام يفشل في الوصول إلى جمرك درعا القديم والغارات الروسية تهجر 100,000 مدني عن منازلهم. قوات النظام تصعد من هجومها على داريا وتستهدف أحياء المدينة بأكثر من 60 برميلا متفجرا في 24 ساعة. أهلا بكم. نبدأ جولتنا من سيطرة قوات النظام المدعومة بميليشيات إيرانية وعراقية على مقالع الطامورة إلى الشمال الغربي لمدينة عنادان بريف حلب. هذا وقال مكتب عنادان الإعلامي إن السيطرة جاءت بعد عملية التفاف للميليشيات الطائفية من نقاط تقع تحت سيطرة وحدات الحماية الكردية. في الأثناء فشلت ذات الميليشيات في التقدم باتجاه تلة الطامورة ما أوقع عددا من القتلى في صفوفها. هي حقيقة الميليشيات الإيرانية والعراقية عندما تغيب التغطية الجوية الروسية عنها بعض الوقت في أرياف حلب وعلى تلة الطامورة في الريف الشمالي، تظهر الصور مقتل وجرح العشرات وهروبا جماعيا للميليشيات على وقع ضربات الثوار. الله أكبر! إلا أن الميليشيات الطائفية تمكنت في ذات المنطقة من السيطرة على مقالع الطامورة إلى الشمال الغربي لمدينة عنادان. أما عن التناقض في سيطرتها هنا وهروبها الجماعي في تلة الطامورة، فيكشف عن أسبابها مركز عنادان الإعلامي الذي أكد التفاف الميليشيات الإيرانية والعراقية على نقاط الثوار في المقالع انطلاقا من مناطق سيطرة وحدات الحماية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، وهو ما فاجأ الثوار وأدى لسقوط عدد من الشهداء في صفوفهم. وبالحديث عن الخيانة والطعن بخاصرة الثوار بحسب وصف ناشطين انطلاقا من الهجوم الأخير على أعزاز ومحيطها، تأتي الصور من مطار منغ العسكري لتكشف عن حجم التغطية الجوية الروسية للوحدات الكردية أثناء سيطرتها على المطار قبل يومين. الله أكبر! منك تحترق الطيران الحربي الروسي يؤازر قوات سوريا الديمقراطية وما يسمى جيش الثوار. طبعا هنا تفخر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني بنصره الروسي هذا على أهالي وثوار المنطقة، واصفا في أحد المقاطع مقاتلي الجيش الحر في محيط المطار بالمرتزقة. وبالبحث عن تعريف المرتزقة، تعرض قناتا العالم الإيرانية والمنار اللبنانية تقارير مصورة من مطار منغ تؤكد خلالها سيطرة لجان الدفاع الشعبي على المطار، والمقصود بلجان الدفاع الوحدات الكردية ذاتها. سيطرت لجان الدفاع الشعبية على كامل مطار منغ العسكري في ريف حلب الشمالي، ووصلت إلى أوتوستراد حلب تركيا الدولي من جهة المطار. بتقرير قناة حسن نصر الله، لا حاجة لتعريف المرتزقة، فمن دعم جوي روسي للوحدات الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، وتارة مالي ولوجستي أمريكي، وتارة أخرى جامع لكل ما سبق من طرف النظام، يكتشف ثوار حلب متأخرين حجم ما حيك ويحاك ضدهم. في الأثناء قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة إن عمليتين تفجيريتين استهدفتا تجمعات وبقارة للنظام في قريتي تل مكسور وجب الكلب غربية مطار كوارس العسكري بريف حلب الشرقية، وأسفرتا عن مقتل وجرح العشرات من قوات النظام بينهم قياديون، إضافة لتدمير عدة آليات عسكرية ودبابة. وأضافت الوكالة أن مقاتلي التنظيم أحبطوا هجوما عنيفا لقوات النظام معززا بالدبابات في محاولة للسيطرة على قرى السين وبرلهين والمطيبة في مطار في محيط المطار.
هذا واستشهد 5 أطفال وجرح العشرات جراء غارات جوية روسية على مدينة الباب وطريق قبسين بري حلب الشرقية. وفي الريف الشمالي استشهد شخصان على الأقل وجرح آخرون في قصف روسي على قرية الشيخ عيسى. غارات العدوان الروسي استهدفت كذلك مدن وبلدات تل رفعت وعندان وحيان ومنطقة آسيا، وأسفرت عن وقوع مزيد من الضحايا بين المدنيين. أرحب بضيفي الرائد المحامي طارق حاج بكري محلل عسكري انضم إلينا من غازي عنتاب، وأيضا أرحب بأبو الهيثم ناشط إعلامي. أهلا بكما ضيفي. دعني أبدأ معك أستاذ أو أبو الهيثم، دعني أبدأ معك. إذا ميليشيات إيرانية وعراقية سيطرت على مقالع الطامورة إلى الشمال الغربي لمدينة عنادان، صورة الوضع لديك؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل اشتباكات عنيفة بين الثوار وبين قوات النظام والميليشيات المساندة له من كافة الجنسيات، استطاعت قوات النظام السيطرة على مقالع بلدة الطامورة التي تقع في الشمال الغربي من بلدة عنادان والقريبة من القرى التابعة للأحزاب نعم، استطاعت السيطرة عليها وسط قصف جنوني وهستيري من قبل مدفعية قوات النظام المتمركزة في المناطق التي سيطرت عليها سواء في باشكور، تيان، تل جبين، دوير الزيتون، وأيضا وسط تحليق مكثف وجنوني من قبل أسراب من الطيران الروسي الذي تجاوز اليوم في سماء الريف الشمالي 25 طائرة قامت باستهداف مقالع الطامورة بأكثر أيضا من 100 غارة جوية مصاحبة كما ذكرنا بقصف هستيري. كل ذلك أدى إلى أثر على مقالع الطامورة. نعم، طيب أتوجه اللحظة إلى سيادة الرائد المحامي. استراتيجيا نتائج سيطرة قوات النظام على مقالع الطامورة بالنسبة لخط تقدمها باتجاه مدينة عنادان. النظام، أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرحمة للشهداء والشفاء والجرحى والنصر للثوار على الموجودين على الأرض الذين يقارعون النظام وميليشياته الطائفية. نعم. التي جاء بها النظام من كل بقاع العالم بالتمويل الإيراني وتحت والنصر لهم على الاحتلال الروسي الذي يمارس القتل والتهجير وارتكاب مجازر وارتكاب جرائم الحرب على كافة الأراضي السورية. أولا النظام يسعى إلى له أهداف في مدينة حلب ومحافظة حلب تحديدا. أولا هو يريد فصل ريف حلب الشمالي عن الجنوبي والغربي، وهو استطاع ذلك من خلال تواصله ووصوله إلى قريتي بلدتي نبل والزهراء، وبالتالي قد تمكن من فصل ريف حلب الشمالي عن جنوبها وغربها، وهو يريد أيضا فصل مدينة حلب التي تقع تحت سيطرة الثوار عن باقي ريف حلب، وذلك يتمكن من قطع أو تقطيع أوصال محافظة حلب إلى 3 أقسام. القسم الشمالي وهو محاصر من الجنوب من قبل قوات النظام، ومن جهة الشرق من قبل التنظيم الدولي، ومن جهة الغرب من قبل وحدات حماية الشعب الكردي، ومدينة حلب التي تحاصر من الداخل من قبل وحدات حماية الشعب الكردي الموجودة في الشيخ مقصود، والتي تحاول الآن التقدم إلى بعض أحياء مدينة حلب. طيب، وكذلك يريد وهو قبل ذلك يهدف إلى استراتيجية معينة، وهي تهجير أكبر عدد ممكن من السكان الموجودين في مدينة حلب وفي ليبيا للتخفيف من الضغط السكاني الموجود، وذلك بهدف وصول الاستراتيجية معينة عند وقف إطلاق النار القادم، وهو سيفرض حتما ولو بالقوة سيفرض على كل المناطق السورية وتحديدا التي تخضع لسيطرة الثوار والتي تتقابل مع النظام في هذه المناطق. فهو يريد تخفيف الضغط السكاني الموجود في هذه المناطق لكي يأخذ راحته في القصف، ولكي يدعي بأي وقت يريده بأنه يقصف الجماعات الإرهابية. ونحن نعلم
بأن روسيا قد اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية على أن إيقاف وقف إطلاق النار لا يشمل لا جبهة النصرة ولا يشمل تنظيم الدولة الإسلامية، وبالتالي هو يستطيع قصف أي مكان يريده إذا كان خالي من المدنيين ويدعي أنه يقصف جبهة النصرة، وبالتالي فإن القصف سوف يستمر، وسوف النظام معهم الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية يستطيعون مهاجمة أي منطقة تحتوي على السوار أو يوجد بها السوار ويدعون أن جبهة النصرة، ولا يستطيع أحد أن ينكر عليهم هذا لأن هذا يحتاج إلى تحقيق وأثبات، وبالتالي فإن وقف إطلاق النار سوف يفرض على الثوار من جانب واحد وسوف يتعرضون للقتل والإبادة عن طريق النظام. النظام يريد أيضا من ناحية ثانية وهي محاصرة محافظة إدلب من جهة الشمال، نحن نعلم أنه يريد يحاول التقدم في ريف اللاذقية ويحاول التقدم في أرياف حماة الشمالية والشرقية، ويريد توسيع المنطقة التي يحتلها في ريف حلب من جهة الجنوب والغرب وأيضا باتجاه مطار كويرس، نحن نعلم أنه قد تقدم إلى مطار كويرس وأيضا قد استطاع احتلال أكثر من قرية محيطة في مطار كويرس، وبالتالي يصبح السوار بين نيران ثلاثة، نار النار التي تطلق عليهم من قبل النظام ووحدات حماية الشعب الكردي، القصف من الجو، والضغط الشعبي الهائل الذي يتشكل نتيجة ازدياد عدد النازحين والذين يشكلون ضغطا كبيرا عليهم وهم يقفون عائقا أمامهم، فالأهالي عندما ينزحون يأخذون معهم أبنائهم لأنهم بحاجة إليهم، وأبنائهم هؤلاء هم من الثوار أولا وآخرا، هم يقارعون النظام النظام، وبالتالي يخفف عددا كبيرا من الثوار الذين يواجهونه على الأرض، وبالتالي فالنظام طيب. مستمر بالقتل حتى فقط النهاية. لو سمحت لي سيادة الرائد دعنا بذلك نعم دعنا نذكر اللحظة بخبر عاجل وصلنا اللحظة، شهداء وجرحى جراء القصف العدواني الروسي على بلدة كفر حمراء في ريف حلب الشمالي. أعود إليك سيادة الرائد، إذن ما هي النقاط التي تفصل النظام عن عنادان الآن بعد هذا التقدم على محيطها؟ النظام الآن أصبح على مشارف عنادان، ما يفصله عن عنادان هي مناطق شبه خالي من السكان بشكل كامل وهو حر بالتقدم إليها، النقاط التي وهي مجموعة من النقاط يسيطر عليها الثوار، هذه النقاط هي عرضة للقصف بكافة أنواع القصف وهي عرضة للسقوط، ونحن نعلم بأن جميع الثوار في سواء كان في أرياف إدلب أو محافظة مدينة إدلب أو أرياف إدلب يتوجهون الآن إلى شمال إدلب ويتوجهون إلى أرياف حلب التي تتعرض للإبادة. النظام الآن يعمد إلى الحرب المفتوحة، يعمد إلى استخدام طريقة الأرض الإبادي الكامل للأرض والبشر والحجر، يعمد سياسة الأرض المحروقة، هو يريد تدمير كل شيء، لا يريد أن يبقي بناء قادما كي لا يحتمي به الثوار، ويريد قتل كل من هو موجود على الأرض لأنه يريد قطع حلب الآن المدينة، يريد قطع حلب الآن المدينة عن محيطها، وبالتالي تصبح مدينة حلب مدينة محاصرة ويجبرها على الاستسلام أو على توقيع هدني أو اتفاقيات معه، وبالتالي تصبح تحت سيطرته لكي يدخل المرحلة المقبلة من المفاوضات بقوة، هو يفاوض بقوة السلاح على الأرض ويريد أن يستخدم هذه الورقة لكي يضغط على المعارضة وعلى وفد الهيئة العليا دعنا سيادة الرائد يجبرها على التنازل. أعتذر منك على المقاطعة سيادة الرائد، ولكن دعنا ننتقل لحظة إلى أبو الهيثم الناشط الإعلامي. أبو الهيثم، ماذا يجري الآن في بلدة كفر حمراء؟ ماذا خلف هذا الطيران الحربي الروسي على المنطقة؟ نعم، الآن وفي هذه اللحظات ونحن نتحدث قام الطيران الحربي الروسي باستهداف حافلة للمدنيين تقل خمس قام باستهدافهم، والآن خمسة أشخاص هم شهداء، وسارع الدفاع المدني كما يذكر لي الإخوة الآن من أجل إخماد الحريق الذي نشب في السيارة نتيجة استهدافها ومقتل. أيضا هم تعرضوا لغارة ثانية وأيضا تعرضوا للإصابات في فريق الدفاع المدني. كما نشاهد نحن الطيران الروسي يعتمد على مبدأ الإبادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة في كافة المناطق التي تقع في الريف الشمالي والقريبة من مناطق
الاشتباكات. اليوم تل رفعت تعرضت لأكثر من 24 غارة جوية وهي في الريف الشمالي قريبة من مناطق الاشتباكات. أيضا ضغط تتعرض له بلدة عزاز من الأطراف الغربية من جيش ما يسمى بجيش الثوار وبالأحزاب الكردية التي هي سيطرت مؤخرا مطار منغ وبلدة منغ، والتي حاولت يوم أمس الوصول إلى المشفى الوطني الذي يقع في مدينة عزاز. كما نشهد هجمة شرسة من الميليشيات التي تؤازر النظام وأسراب من الطائرات الروسية التي احتاج اليوم مطار حميم إلى الإقلاع بشكل كامل على بلدة الطامورة التي هي لا تتجاوز 100 بيت وتعرضت لأكثر من 100 غارة. نعم، شكرا جزيلا لك أبو الهيثم النشط الإعلامي، كنت معنا من ريف حلب. أتحول إليك من جديد سيادة الرائد، إذن في حال سيطر النظام على مدينة عنادان كيف ستكون صورة الوضع؟ ستكون صورة الوضع الإنساني أولا كارثية، لأن نعم. مدينة حلب سوف تكون محاصرة بالكامل، إن لم تكن محاصرة من قبل على الأرض ولكنها هي محاصرة ناريا ولا يمكن الدخول والخروج إليها، وبالتالي يصبح لدينا أكثر من 1,000,000 إنسان محاصرين في المدينة، ونحن نعلم ما يرتب هذا من أعباء إن كان على المجتمع الدولي وإن كان على الفصائل الثورية الموجودة في الداخل، ويشكل من ضغط على الثوار الموجودين في داخل المكلفين بحماية المدينة والذين يحافظون على هذه المدينة المحررة، وخصوصا إذا علمنا بأن وحدات حماية الشعب الكردي الآن هي تقوم بتحاول اقتحام أكثر من حي في مدينة حلب، هي تحاول اقتحام الهلوك، تحاول اقتحام بستان الباشا تحت التغطية الجوية الروسية الكثيفة والتي تقوم بدك المباني على السكان المدنيين، بغية الضغط على هؤلاء الانسحاب من أجل تقليل الخسائر المدنية، ونحن نعلم أن الثوار هم أبناء هم عائلاتهم موجودة في هذه المباني في هذه الأحياء، بغية الضغط عليهم من أجل الانسحاب وتركها من أجل تقدم حداثة المشاعر الكردي. هنا أمر خطير جدا يجي على الأرض، وحدات حماية الشعب الكردي بالتزامن مع قوات النظام تحاول التقدم إلى مناطق الثوار، وخصوصا بأن هناك طرف ثالث هو تنظيم الدولي الذي يحاول استغلال الاشتباكات ووقوف الثوار في وجه وحدات حماية الشعب وميليشيات النظام، وهي تحاول التسلل إلى مناطق سيطرة الثوار، وبالتالي تضييق الخناق وتضييق المنطقة التي تقع تحت سيطرة الثوار، مما يعرضها إلى السقوط أو الإبادة. إذا علمنا أن هناك حوالي 60,000 شخص تم تهجيرهم من القرى التي تقع شمال حلب، هؤلاء 60,000 شخص إما موجودون الآن إنهم موجودون الآن على الحدود التركية، وتركيا لا تسمح لهم بالدخول الآن، وهي تحاول بناء مخيمات قريبة لهم من الحدود، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قام مجلس مدينة حلب منذ يومين بمبادرة لإخراج هؤلاء المدنيين عن طريق عفرين بعد أن تواصل مع وحدات حماية الشعب الكردي ومع الثوار، وتم السماح بمرور قسم منهم وإخراجهم من هذه المنطقة المحاصرة وترحيلهم إلى ريف إدلب الغربي وريف اللاذقية بغية، وهؤلاء يريدون الخروج إلى تركيا ويتعرضون للاستغلال من كافة النواحي وكل الاتجاهات، ويتعرضون لمخاطر الطريق وأيضا يتعرضون لمخاطر التعرض. شكرا جزيلا لك سيادة الرائد. شكرا جزيلا لك سيادة الرائد طارق حاج بكري المحلل العسكري، كنت معنا من غازيعنتاب. وبالانتقال إلى ريف حما الجنوبي، حيث سيطر الثوار على حاجز لقوات النظام في قرية الرميلة بعد اشتباكات قتل خلالها 12 عنصرا للنظام. وعلى جبهات بلدة حر بنفسه دارت مواجهات متقطعة بين الثوار وقوات النظام بالتزامن مع استهداف طائرات العدوان الروسي للبلدة. أما في الريف الغربي فقد أحبط الثوار محاولة لقوات النظام للسيطرة على قريتي دنجرة والحكورة بسهل الغاب، وأجبروها على التراجع بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد. الله أكبر. اللهم سدد الرمية.
محمد الفيصل مراسل أورينت نيوز ينضم إلينا من ريف حما. محمد، إذا محاولات فاشلة وجديدة للنظام لكي يتقدم إلى حر بنفسه، ضعنا في صورة الوضع الميداني الآن. نعم، منذ أكثر من شهر تحاول قوات النظام مدعومة بالميليشيات الشيعية التقدم باتجاه قرى حرب نفس وطلف في ريف حما الجنوبي. طبعا يدعم هذه المحاولات طيران العدوان الروسي الذي شن عشرات الغارات على قرية حرب نفس، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل. آخرها كان البارحة حاول هذه القوات التقدم باتجاه هذه القرية القابعة تحت سيطرة الثوار حاليا للسيطرة عليها، ولكن تم تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد، ثم عادت القوات إلى الأماكن التي انطلقت منها. أيضا تتعرض هذه القرى إلى القصف اليوم بعشرات الصواريخ من حواجز النظام المتمركزة في القرى الموالية المحاذية لهذه القرى. أيضا بالانتقال إلى ريف حماء الغربي والوضع هناك، تحاول قوات النظام أو حاولت أيضا قوات النظام ليلة البارحة التقدم من قرية الحكورة باتجاه مناطق الثوار أو المناطق التي تخضع لسيطرة الثوار، تصدى الثوار لهذا الهجوم، وأيضا كبدوا النظام خسائر في الأرواح والعتاد. ويحاول قوات النظام التقدم أيضا باتجاه قرية السرمانية الاستراتيجية التي أيضا تقع تحت سيطرة الثوار. عموما محاولات عديدة للنظام للتقدم باتجاه هذه القرى، ولكن الثوار يعني مرابطون على كل هذه النقاط، وفي كل مرة تبوء محاولات النظام بالفشل في اقتحام هذه المناطق. أيضا في هذا المحور يساند قوات النظام والميليشيات الشيعية طيران العدوان الروسي الذي شن عشرات الغارات أيضا على قرى الزيارة والمنصورة وتلواسط وكل المناطق التي تخضع لسيطرة الثوار هنا في ريف حما الغربي. بالانتقال أيضا طيب إلى ريف لو حما محمد الشمالي، محمد لو سمحت لي قبل أن ننتقل إلى مناطق أخرى في ريف حما، دعنا نعود إلى قرية حر بنفسه، لماذا يصر عليها النظام؟ نعم، يعني تقريبا قرى حرب نفسه وطلف وهذه المنطقة هي آخر معاقل أو هي آخر الأماكن القرى التي تخضع لسيطرة الثوار. في حال سيطرة النظام عليها سيحكم سيطرته على المنطقة على ريف حماء الجنوبي بشكل كامل، وبذلك يضيق الخناق على ريف حمص الشمالي ويمنع وصول أي مواد إلى هذا الريف، ويعني يصبح هذا الريف تحت أو ضمن خطة التجويع أو الحصار التي يتبعها النظام السوري بحق القرى الخارجة عن سيطرته والمناطق الخارجة عن سيطرته، كما رأينا في مناطق الغوطة الشرقية وغيرها من مناطق وحمص وغيرها من مناطق سوريا التي اتخذ أو اتبع فيها نظام الأسد هذه السياسة. إذا تمكن نظام الأسد من السيطرة على قرى حر نفسه وطلف وهذه المناطق في ريف حما الجنوبي سيكون أحكم الحصار أو الخناق على ريف حمص الشمالي. طبعا للتنويه، يعني اليوم تمكننا أيضا أحصى ناشطون تحليق أكثر من 20 طائرة حربية تابعة لطيران العدوان الروسي في أجواء الشمال السوري في آن واحد. طبعا يعني تقوم هذه الطائرات بشن غارات مكثفة على المناطق متفرقة من ريف حما وإدلب وحلب. طبعا أكثر الغارات تتركز على مناطق ريف حلب الشمالي وريف حلب الجنوب، ولكن التحليق الطيران كان مكثف جدا اليوم، ما يعني شكل حالة من الهلع بين الأهالي في عموم المحافظات الثلاث التي نتحدث عنها. طيران العدوان الروسي شن عشرات الغارات على قرى وبلدات ومناطق متفرقة من سهل الغاب، إلى ذلك في الريف الشمالي لمحافظة حما نتحدث عن مناطق كفرنبودة وكفر زيتا واللطامن وغيرها من هذه المناطق، أيضا تعرضت للقصف بطيران العدوان الروسي، ما أسفر عن دمار في البنية التحتية ومنازل المدنيين. إلى ذلك يعمل الجيش الحر وفصائل الثورة هنا في ريف حما الشمال على استهداف حواجز النظام المتمركزة في بريديج والزلاقيات والحماميات وغيرها من هذه المناطق، أو الحواجز يستهدفها الثوار بالمدفعية الثقيلة وصواريخ مضادة للدروع والرشاشات وإلى ما هنالك، وتجري اشتباكات متقطعة بشكل مستمر. بالانتقال إلى ريف حما الشرقي، يقوم طيران العدوان الروسي أيضا بقصف المناطق المحررة من هذا الريف الذي نزح قسم كبير من أهله باتجاه ريف إدلب الشرقي مناطق سنجار وما حولها، وسكنوا في خيام مبعثرة هنا وهناك ويعيشون ظروفا إنسانية صعبة.
طبعا بالحديث عن الظروف الإنسانية الصعبة، يعني يعاني أهالي ريف حماة هنا من ظروف إنسانية ومعيشية صعبة تزامنا مع ارتفاع كافة أسعار كافة السلع الأساسية للحياة اليومية للمواطن السوري، تزامنا مع تسجيل الدولار لأعلى مستوياته حوالي 440 ليرة سورية للدولار الواحد. أسفر هذا الارتفاع عن ارتفاع كافة الأسعار وأسعار السلع الأساسية، تزامنا أيضا مع ارتفاع أسعار مواد التدفئة في الشتاء. يأتي هذا الارتفاع أيضا تزامنا مع انقطاع الطريق بسبب الأحداث التي تجري في ريف حلب الشمالي. الأوضاع صعبة يعني جدا، أوضاع إنسانية صعبة يعانيها الأهالي هنا، تزامنا مع غارات كثيفة جدا من طيران العدوان الروسي على هذه المناطق ومحاولات لقوات النظام على التقدم إلى المناطق المحررة. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات محمد الفيصل، مراسل أوريت نيوز من ريف حما. شنت طائرات العدوان الروسي ثلاث غارات جوية استهدفت قرية قاروجة بجبل التركمان، وذلك بالتزامن مع اشتباكات متقطعة على أطراف القرية. كذلك شنت الطائرات الروسية غارات استهدفت قرية آرا بالريف الشمالي، فيما تعرضت قريتي روجة والبيضاء لقصف مدفعي مكثف بالتزامن مع محاولة قوة النظام التقدم في المنطقة. لمعرفة ماذا يجري الآن ينضم إلينا محمد الأشقر مراسل أورينت نيوز مباشرة من ريف اللاذقية. كيف هو أو كيف هي صورة الوضع الميداني لديك الآن جراء هذا الاستمرار في القصف الروسي؟ نعم طبعا، يعني العدوان الروسي كعادته لم يتوقف عن استهداف قرى وبلدات ريف اللاذقية بشكل كامل بجبليها، جبل التركمان وجبل الأكراد، وصولا إلى القرى الحدودية مع تركيا وأيضا إلى بعض قرى ريف جسر الشغور الغربي. طبعا شن طيران العدوان الروسي منذ صباح اليوم عدة غارات، تركز قصفه اليوم أو غاراته على قرية قروج التي تسيطر عليها كتائب الثوار في ريف اللاذقية، وأيضا تركز قصفه على 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 بعض قرى جبل الأكراد وأهمها محيط قرية آرا وأيضا قرى كنسبة وبعض التلال المحيطة بها التي تشهد اشتباكات متقطعة في جبل الأكراد. أما بالنسبة للقصف المدفعي والصاروخ من التلال والمراصد التي تشرف على ريف اللاذقية، فقد شهدت قرى شحرورة والبيضاء وقروجة وتلة قروجة قصفا مدفعيا مركزا ومكثفا من مدفعية النظام وراجمات صواريخه المتمركزة في كسب وبرج زاهية وبرج 45 وأيضا برج القصب. أما بالنسبة لجبل الأكراد فقد شهد هذا الجبل أيضا بعدة قرى قصفا مدفعيا وصاروخيا من مدفعية قوات النظام وراجمات صواريخه، يعني قد شهدت هذه القرى قصفا من الراجمات المتمركزة في معسكر جورين بسهل الغاب وأيضا في إزاعة سلنفة وأيضا في قمة النبي يونس وبرج بارودة. طبعا جميع هذه الأبراج تناوبت على قصف قرى وبلدات ريف اللاذقية وصولا إلى بعض قرى جبل إلى بعض قرى ريف جسر الشغور الغربي كقرى الناجية وبدامة. طبعا يعني العدوان الروسي لم يحلق محمد، هذا كان بالنسبة للقصف العدوان يعني الروسي شهدت سماء. نعم كان هذا بالنسبة للقصف العدوان الروسي على ريف اللاذقية. دعني أعود بك تحديدا إلى منطقة أو قرية قاروجة، مدعا الاشتباكات المتقطعة التي كانت هناك. نعم طبعا يعني تحاول قوات النظام وسط اشتباكات متقطعة يعني تشتد وتيرتها وتهدأ بين الحين والآخر بتمهيد مدفعي صاروخي كبير التقدم باتجاه هذه القرية بعد أن استعاد الثوار السيطرة عليها قبل يومين من الآن. طبعا إلى حد هذه اللحظة يعني كما ذكرت لك الاشتباكات ترتفع وتيرتها وتهدأ بين الحين والآخر. طبعا القرية إلى حد اللحظة هي تحت سيطرة الثوار بعد أن تقدم
تقدموا إليها قبل يومين وسط اشتباكات ليلية من خلال هجوم مباغت ليلي شنه الثوار على هذه القرية وتلاتها، تمكنوا يومها من السيطرة عليها وقتل ما يقارب 14 عنصرا لقوات النظام واغتنام سيارتين من طراز بيك أب. أما بالنسبة للاشتباكات في جبل الأكراد فأيضا قوات النظام من خلال اشتباكات متقطعة أيضا تحاول التقدم في محيط قرية آرا في جبل الأكراد، يعني وأيضا جرت مناوشات في محيط تلة غزالة بين الثوار وقوات النظام المدعومة بميليشياته الشيعية. أما لمدفعية الثوار فقد استهدف الثوار برج تجمعات قوات النظام وميليشياته الشيعية في برج القصب بقذائف من عيار 122 ميلي، وأيضا قاموا باستهداف الثكنة الروسية الثكنة العسكرية الروسية في مصيف سلمى أيضا بقذائف من عيار مدفع 122 ميلي، في حين استهدف الثوار بقذائف الهاون وأيضا قذائف 130 ميلي. استهدفوا بقذائف الهاون تجمعات النظام في محيط تلة قروجة ومحيط تلة باشورة، واستهدفوا أيضا يعني مدينة كسب بمدفع 130 ميلي، محاولين إيقاع إصابات بصفوف العدوان الروسي. أشكرك جزيل الشكر محمد أشخر مراسل أوني نيوز من ريف اللاذقية. نكتفي بهذا القدر من المعلومات ونعتذر منك لضيق الوقت. أعلنت غرفة عمليات الثوار في مدينة درعا صد أكبر محاولة تقدم للنظام إلى حي المنشية باتجاه جمرك درعا القديم، وقالت تنسيقية درعا البلد إن 3 دبابات مدمرة للنظام في محيط المنشية فضلا على مقتل وجرح العشرات من عناصره في المعارك المتواصلة منذ ظهر أمس، والتي ترافقت مع تغطية جوية روسية عنيفة استهدفت أحياء درعا البلد وأسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين. قصف الطيران الروسي أحياء درعا البلد. وفي تطور هو الأول من نوعه حصلت أورينت نيوز على صور حصرية من مدينة الرمثة الأردنية يظهر فيها القصف الجوي الروسي القريب الذي استهدف المناطق الحدودية مع الأردن، لا سيما محيط معبر نصيب الحدودية والجمرك القديم في درعا البلد، وهو ما تسبب بحالة من الفزع والهلع بين الأهالي في مدينة الرمثة. وين الطيارة يا أحمى؟ زي ما هنا تستناك بس تيجي. وين هاي عنا؟ عنا؟ عنا شايف بعدنا قاعدين مش تشهد قرى وبلدات ريف درعا الغربي والشرقي ظروفا إنسانية صعبة مع نزوح قرابة 100,000 مدني بسبب الحملة العسكرية للنظام وميليشياته والقصف الروسي المتواصل يوميا منذ قرابة الشهرين على الأحياء السكنية. المزيد في سياق التقرير التالي. مئات الغارات الجوية نفذتها المقاتلات الروسية وطائرات النظام المروحية على بلدات النعيمة والغارية الشرقية والغربية والصورة وعلمة في ريف درعا الشرقي، حيث تعمد الطائرات الروسية إلى قصف الأحياء المدنية بالصواريخ الفراغية، ما يحدث دمارا هائلا في منازل المدنيين ويجبرهم على النزوح عنها، ثم تبدأ بقصفها بالقنابل العنقودية مخلفة آلاف القنابل غير المنفجرة للحيلولة دون عودة النازحين إليها. تم تهجير ما يقارب 100,000 نسمة في كل من النعيمة والغراية الغربية والشرقية وعلمة والصورة. يشن الطيران الروسي بشكل يومي ما يقارب 20 غارة بين الصواريخ العنقودية المحرمة دوليا والصواريخ الفراغية التي تؤدي لدمار هائل في عشرات المنازل لهؤلاء المدنيين. يرفض أبو مصطفى الخروج من قريته الصورة رغم نزوح عائلته عنها بعد سقوط صاروخ فراغي في فناء منزله، ويقول أنه باق هنا لحراسة منزله وعناية ما يملك من حيوانات حتى بعد نزوح كل سكان القرية عنها. أنا ما نزحتش، أنا كنت هنا بالدار وعندي طرشات،
اقول شنو اسويهن، اخذهن واجيبهن، خايف عليهن. والعيله اللي معهم الولاده راحوا على طشوا على برا، وانا ظليت ثابت من الجامع للدار. بينما تشير الأرقام الصادرة عن هيئات مدنية إلى نزوح ما يقارب 100,000 مدني من الشيخ مسكين وإبطع واليادودة وعتمان في ريف درعا الغربي، فإنها تشير إلى كارثة أخرى في ريفها الشرقي، عنوانها نزوح أكثر من 100,000 مدني آخرين إلى أماكن مكتظة بالنازحين أصلاً. نزوح كامل لسكان بلدات النعيمة والغرايا الشرقية والغربية والصور وعلمة في ريف درعا الشرقي جراء كثافة الغارات الروسية، حتى باتت هذه القرى خاوية على عروشها. بشر أحمد، أورينت نيوز، ريف درعا الشرقي. نرحب بباسل أبو يوسف مراسل أورينت نيوز من درعا. إذن غرفة عمليات الثوار في مدينة درعا قد صدت أكبر محاولة لتقدم النظام إلى حي المنشية باتجاه جمرك درعا القديم، كيف سارت المواجهات وهل هي مستمرة حتى الآن؟ نعم لبنى، طبعا حتى هذه اللحظة الاشتباكات مستمرة في محيط حي المنشية بدرعا البلد. بدأت حملة النظام هذه الموجهة لجمرك درعا البلد القديم في ساعات الصباح يوم أمس. كانت وجهة النظام باتجاه جمرك درعا البلد القديم من بناء الكازية وبناء والتقدم باتجاه بناء عواد الهلال. تمكن الثوار هناك من صد هذه الحملة التي كانت مدعومة بطائرات العدوان الروسي. حتى هذه اللحظة ما يزيد عن 30 غارة جوية استهدفتها طائرات العدوان الروسي لمنازل المدنيين والأحياء السكنية في كل من درعا البلد وحي طريق السد. طبعا الثوار هنا ثابتون وصامدون على خطوط رباطهم ومتصدون لأي محاولة تقدم للنظام إن كانت مدعومة بطائرات العدوان الروسي وغيره. طبعا حاول النظام التقدم من أكثر من محور، وهي بناء بأبنية سجنة القريبة من درعا البلد، حاول التقدم منها باتجاه قاعة الصواريخ على الطريق الحربي. تمكن الثوار أيضا من صده قبل قليل وإيقاع خسائر في صفوف النظام، عدد من القتلى في صفوف النظام نتيجة هذه المحاولة التي حاول بها النظام التقدم باتجاه قاعة الصواريخ. تمكن الثوار من الحفاظ على نقاط رباطهم. حتى هذه اللحظة لم يتمكن النظام من السيطرة على لو متر واحد في أحياء درعا البلد وأي مكان آخر في محيط درعا. طبعا تصدي الثوار قوي جدا، استهدفوا أيضا المربع الأمني في أحياء درعا المحطة بالقذائف المدفعية ورجمات الصواريخ، وقطعوا طرق إمداد النظام من خلال استهدافهم الطريق الواصل درعا المحطة بدرعا البلد. طريق إمداد النظام استهدفوه بقذائف المدفعية وقذائف الهاون. طبعا حتى هذه اللحظة الثوار كما ذكرت لك يحافظون على نقاط رباطهم. غارات العدوان الروسي تكون كثيفة جدا، تستهدف نقاط الثوار كما تستهدف منازل المدنيين. استهدف أيضا النظام أحياء درعا البلد بصواريخ الفيل. هذه الصواريخ التي تكون بحجم تدمير صارت أرض. لو سمحت لي باسل، الغارات الروسية قد خلفت أكثر أو من 100,000 مهجر، من أي المناطق بالتحديد هجروا وإلى أين كانت وجهتهم؟ نعم، كانت بداية هذه الغارات على مدينة الشيخ مسكين. مدينة الشيخ مسكين المحررة في العام الماضي سيطرت عليها قوات النظام مدعومة بطائرات العدوان الروسي. نزح الأهالي هناك بعد سيطرة النظام على هذه المدينة مدعومة بطائرات العدوان الروسي، نزح الأهالي باتجاه المناطق الحدودية القريبة من المملكة الأردنية، وهذا بعد إغلاق الأردن للمعابر الحدودية. هناك معبر وحيد من الجهة الأردنية هو معبر الرويشد. هذا المعبر الذي يعتبر بمناطق قريبة من قوات النظام لا يستطيع الأهالي اللجوء عبر هذا المعبر، هو معبر بالقرب من محافظة السويداء، لا يتمكن الأهالي من النزوح أو اللجوء عن طريق هذا المعبر. معابر حدودية كمعبر تل الشهاب ومعبر نصيب ومعبر درعا البلد القديم مغلقة أمام اللاجئين. تكون وجهة الأهالي النازحين نتيجة غارات طائرات العدوان الروسي إلى البلدان الأقل خطرا كالمناطق الحدودية القريبة من الشريط الحدودي مع المملكة الأردنية. لكن يوم أمس هذه الطائرات هل تكفي أو تكفي هذه الأعداد الضخمة من النازحين؟ يعني القرى المتواجدة على المناطق الحدودية هل هي كافية لاستيعاب هذا العدد الهائل من النازحين؟
هذه القرى ليست كافية قدر الإمكان ولا يوجد هناك إمكانيات للأهالي الموجودين في القرى ولا للمنظمات الإنسانية لإكفاء حاجة النازحين. طبعا هذه القرى تكتظ بالنازحين إن كان من ريف حمص وريف دمشق وغيرها من المناطق، تكتظ منذ إغلاق المعبر الأردني هذه المناطق تكتظ بالنازحين. اليوم وبعد غارات العدوان الروسي على محافظة درعا كانت وجهة أهالي اليادودة وغيرها من المناطق كالشيخ مسكين وداعل والريف الشرقي اليوم مجددا تستهدف طائرات العدوان الروسي الغرية الغربية والصورة. هذه البلدات كلها تكون وجهتها إلى هذه المناطق غير قادرة على أن تأوي هذه الأعداد من النازحين. يكون أعداد كبيرة منهم في المدارس وفي مخيمات عشوائية وخيم عشوائية تكون على جانب الطرقات. طبعا قدر الإمكان تحاول المنظمات الإنسانية تقديم العون لهم، لكن كما تشاهدين الآن نحن في فصل الشتاء في سوريا، هناك صعوبات في تأمين التدفئة لأولئك النازحين، صعوبات يواجهها أيضا النازحين كما ذكرت لك نتيجة استهدافهم بشكل مباشر في البلدان التي كانوا بها ونزحوا إلى بلدان قريبة من الشريط الحدودي. يوم أمس شنت طائرات العدوان الروسي أيضا غارة جوية على منطقة قريبة جدا من الشريط الحدودي من المملكة الأردنية، لم يصدر أي رد من الجانب الأردني نتيجة هذه الغارة. استهدف الطريق الحربي الواصل بالمنطقة الغربية بالمنطقة الشرقية، لم يصدر أي رد من الجانب الأردني على هذه الغارة. طبعا كما أيضا القذائف المدفعية تصل إلى مناطق النازحين على الشريط الحدودي. هذه القذائف تكون من الملعب البلدي وكتيبة المدفعية المجاورة له. الملعب البلدي الذي يعتبر غرفة عمليات النظام يكون هدف مدفعيته هو النازحين والأهالي المشردين. كما ذكرت لك غارات طائرات العدوان الروسي، يعني اليوم درعا البلد تشهد معارك عنيفة، طائرات العدوان الروسي تكون وجهتها فقط منازل المدنيين، تستهدف المدنيين. هناك أعداد كبيرة في درعا البلد نزحت نتيجة هذه الغارات. درعا البلد يعني هي خط اشتباك مستمر ودائم مع حي المنشية، لكن هناك أعداد من المدنيين سكنوا في درعا البلد اليوم نزحوا نتيجة هذه الغارات، نتيجة صواريخ الفيل التي تكون بحجم تدمير صاروخ أرض تسقط على منازل المدنيين. النظام وطائرات العدوان الروسي ما يستهدفونه اليوم هو المدنيين. يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد خسائر في صفوف الجيش الحر أو خسائر في صفوف جبهة النصرة. باسل أبو يوسف مراسل أورينت نيوز من درعا أشكرك. قال مركز درايا الإعلامي إن 10 صواريخ أرض و60 برميلا متفجرا استهدفت مدينة درايا بريف دمشق الغربي خلال الساعات 24 الماضية. وأضاف المركز أن اشتباكات عنيفة تدور بين الثوار وقوات النظام من جهات محور الأثرية، وفي مشهد قلما يتكرر بث لواء شهداء الإسلام مقطعا مصورا لشبكات مباشرة بين مقاتليه ودبابات النظام المصفحة على أطراف المدينة. سقط 3 شهداء وأصيب 20 شخصا بجراح في قصف جوي روسي على مدينة حمورية بريف دمشق الشرقية. وقال ناشطون في الغوطة الشرقية إن سربا مؤلفا من 4 طائرات روسية شن عشرات الغارات على مدن وبلدات سقبة وحمورية وعربين وزملكة وكفر بطنة، ما أدى لسقوط العديد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء. كما استهدفت قوات النظام بلدة بالة بصاروخ أرض أسفر عن دمار كبير في الأبنية والممتلكات. هذه المنجد مراسل أورينت نيوز من ريف دمشق، أهلا بك. إذن 60 برميلا متفجرا على درايا لوحدها فقط، هل نجحت تلك البراميل في خرق جبهات المدينة؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. لبنى،
نعم تفضل. هادي هادي فقدنا الاتصال بهادي، رجع معنا هادي. هادي هل تسمعني؟ إذا هادي هادي هل تسمعني؟ لقد فقدنا الاتصال بهادي، يمكن أن سوف نعود إليه ربما خلال هذه النشرة أو خلال هذه الجولة. إذا تشكل مرصد أو تشكل مرصد الحولة بعد المجزرة التي شهدتها المدينة عام 2012، وذلك بهدف مراقبة قوات النظام المحاصرة للمنطقة، وبالفعل بات المرصد مرشدا للأهالي ولاحقا للجيش الحر في حركاته. المزيد من التفاصيل عن مرصد الحولة في هذا التقرير. في غرفة صغيرة على أطراف القرية وربما بين صخرتين تحت المطر، ستجد عناصر مرصد الحولة في أي مكان يمكنهم من معرفة خطط النظام وتحركاته. نحن هنا موقعنا نقوم برصد ميداني للمنطقة، وخاصة على وخاصة في الحملة الشرسة التي قام بها النظام على مدينة على بلدة حرب نفسي في ريف حماة الجنوبي. تشكل المرصد بعد مجزرة الحولة الشهيرة عام 2012، وذلك تحسبا لعدم تكرار ما حدث يومها من تسلل لميليشيات النظام وقتلها للمدنيين. بأدوات بسيطة تطور دور المرصد ليصبح عنصرا أساسيا في حياة المدنيين وركنا مهما في الغرف العسكرية. المدنيين بالدرجة الأولى بإخلاء التجمعات والتزام الأطفال الملاجئ ريثما يغادر الطيران أجواء المنطقة. حركة الطيران، القوافل العسكرية والتنصت على اتصالات النظام تفاصيل من شأن معرفتها حماية أطفال وشيوخ ومدنيين، ويأمل عناصر المرصد أن يكون أيضا لهم دور بنصر قريب. خلينا متابعين شباب، الحرب ما زال دوران بالأجواء. مجددا يعود الحراك الشعبي إلى شوارع حلب، ويطلق المتظاهرون صرختهم محتجين على عدم توحد الفصائل ومطالبين بإسقاط كل المسميات والرايات والاندماج في جيش واحد ينقذ ما تبقى من ريف حلب. الحناجر ذاتها التي صدحت مطالبة بالحرية قبل 5 سنوات تعود اليوم وتطالب قادة الفصائل بالتوحد، واليوم أكثر من أي وقت مضى، في مشهد يدل على عودة الحراك الشعبي السلمي إلى شوارع حلب ريفها الغربي تحديدا. كان بدنا الفصائل تتوحد، نريد التوحيد، بس التوحيد، وان نحن سوريين ونريد توحيد الصفوف، كافة الشعب السوري يريد توحيد الصفوف، نريد الشعب السوري كله يتوحد. نحن نطالب بتوحيد الصفوف ولا نرضى اي اجنبي يدخل اراضي السورية. نحن شعب كلنا، نحن جاهزين للجهاد. لو ما يضل ولا واحد من مدينة حلب نحن بدنا الحرية. يأتي هذا المشهد فيما يشهد ريف حلب تطورات متسارعة على الصعيد الميداني، يكسبون فيها او يتراجعون، ثوار يقاتلون النظام ويصدون عدوانه على الشعب، والعكس صحيح أيضا، قد تكسب أو تخسر أطراف تحارب الثورة وتقتل المدنيين الرافضين للنظام، كما حدث عقب سقوط مطار من نغال عسكري بيد الوحدات الكردية وجيش الثوار التابع لها. المظاهرة حملت شعارات عدة طالبت بإسقاط المسميات والرايات والاندماج في جيش واحد، والمتظاهرون قالوا كلمتهم من أمام المقرات: لا جبهة ولا أحرار، بدنا توحيد الثوار. إلى من خرج مجاهدا في سبيل الله، لما لم تتوحدوا حتى الآن؟ الريف الجنوبي ذهب من أيدينا، الريف الشمالي ذهب من أيدينا، حلب تحاصرت. إلى متى هذا الخذلان؟ إلى متى هذا الخذلان؟ إذا لم تتوحدوا اليوم 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 فإن دماء الشهداء ستحاسبكم أمام الله، والله الذي لا إله إلا هو ستسألون عن كل قطرة دم أريقت بسبب تفرقتكم. ويبدو لافتا في شوارع الريف والمدينة تعليق لوحات حملت عنوان النداء الأخير، طالبت فيه قادة الفصائل الثورية المسلحة بالتوحد. يوما بعد يوم يضيق مثلث الموت في ريف حلب الشمالي، وتضيق معه خيارات الثوار، ويبدو التوحد مطلبا ملحا أكثر من أي وقت مضى. هذا ما يطالب به المتظاهرون اليوم.
كريمة السعيد، أورينت نيوز، ريف حلب. في ختام هذه الجولة نذكركم بأبرز ما جاء فيه. بمساندة قوات سوريا الديمقراطية النظام وميليشياته يتقدمون في ريف حلب الشمالي، والاشتباكات تقترب من عندان. النظام يفشل في الوصول إلى جمرك درعا القديم، والقصف الروسي تهجر 100,000 مدني على منازلهم عن منازلهم. قوات النظام تصعد من هجومها على داريا وتستهدف أحياء المدينة بأكثر من 60 برميلا متفجرا في 24 ساعة. لمن تابعنا شكرا جزيلا لكم، وللمزيد من التفاصيل orient-news.net. إلى اللقاء.